أما حال يحيى ابن يوسف ابن يحيى بن منصور الصرصري، قول ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال رحمه الله عنه، قال: الذي سار شعره مسيرة الشمس في الآفاق والمتفق على قبوله، واتفق على قبوله الخاص والعام أي اتفاق، ولم يزل ينشد في الجوامع العظام ولا ينكره أحد من أهل الإسلام، وكذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله عنه من أنه الإمام العلامة البارئ الفاضل في أنواع من العلوم، الحنبلي الضرير يعني الأعمى البغدادي، معظم شعره في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وديوانه في ذلك مشهور معروف غير منكر، ويقال إنه كان يحفظ صحاح الجوهري بتمامه في اللغة، وكان ذكيا يتوقد نورا كما قال ابن كثير في البداية، وكان ينظم على البديهة سريعا بأشياء حسنة فصيحة بليغة، قال: وقد نظم الكافي الذي ألفه ابن قدامة، ونظم مختصر الخرقي، وأما مدائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقال إنها تبلغ 20 مجلدا، وما اشتهر عنه أنه مدح أحدا من المخلوق من بني آدم إلى الأنبياء. هذا لا شك أنه كلام هذين العالمين الجليلين، ولكن لا يسلم أحد، ولذلك ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى قال: ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الاستغاثة به، مثل قوله: بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك. إذن لا يؤخذ كلام ابن القيم وابن كثير على إطلاقه، رحم الله علماء المسلمين.